ريتمو في قاع الخابية مع ليلي. اي فهم احلى راديو احلى مستمعين، اهلا وسهلا مرحبا بكم لما حال الوقت معاكم في ساعه يتعدى في لمح البصر ساعه قوش عليها ساعه منوت. هذه الحلقه الاخيره من برنامج قاع الخابيه، نحب ناخذ اراء المستمعين نتاعنا ساعه على باج فيسبوك راديو اي فهم. ماذا بيا لو كنت تخليوا لي كلمه الختام رايكم بكل صراحه، وانا من نوع الناس اللي نحب النقد ما نحبش المدح، خاطر المدح عندي برشا حب بصراحه ونعمه بالله، اما نحب النقد خاطر النقد يخليك صلح، والنقد يخليك تواصل، والنقد يخليك تفهم روحك وتعرف روحك أكثر وأكثر وتوضح الأمور أكثر. نبدو بسي أيمن كلمة الختام. يا أيمن بارك الله فيكم على الاستضافة هذه، والبرنامج الفكرة زادة ياسر حلوة. معناها أنا كنت نتابع، معناها نشوفك تمشي الجنوب شمال، معناها ريت في الصحراء في الكاف في بي، معناها درت شفت لي ليه حلوفة معناها اليوم حكينا على معناها برنامج رينا برنامج في فكره كتاب، او مازالت تنجم تتواصل الفكره هذه، لانه تنجم اترافير الفكره كما هكايا قاع الخابيه انه يتم الكوديفيكاسيون او توثيق المطبخ التونسي اترافير معناها الناس اللي عطاونا لي روسيت زمنيه. ان شاء الله زاد كيف نشوفوا مثلا الفكره هذه تزيد تواصل. انا حاليا معناها ماذا بيا بصراحه اني نعاود نشوف، خاطر معناها قاعده كيما هكايا محلاها، معناها القاعده ما تنجمش ما تخرجش منها بمعلومه او ما تستفادش منها معناها فكره او تاخذ منها حاجه جديده او تعرف حتى تعرف، لانه اليوم الكوجينه التونسيه ماهيش كيف تيجي وتستيرها والمأكولات المعروفه اكاو، ثم مأكولات اخرى متخبية في قاع الخابية كما نعاودوا نرجعوا اللي خرجتهم انت توا اندثرت تكيت تندثر. خليني نقول مادام ثم كيما هكايا اللي تحضر لك مثلا اللي حكيت لك توا مثلا الرذخه وعلى السفه، معناها ماهيش تندثر، ولكن ولا الحديث يطول. يا ايمن خاطرك مش ندخلوا فيه الحوار مستحيل نسكتوا منه. يعطيك الصحه اتسع على الحضور نتاعك، بالحق شرفتني ونورتني، وان شاء الله لنا لقاء اخر مادام حياته. مش نقول ان شاء الله مش هذه الاولى والاخرى، ان شاء الله نتلموا في لمه اخرى معناتها باش ما نضيعوش ماكلتنا وتراثنا اللي قاعده تتلاشى وقاعده تتنسى، ونخليه للجيل هذايا الساعد هذايا نخليه له حاجات اللي ما تنحاش من بالهم ويلزمهم يعملوها، يلزمهم معناتها هما بيدهم ما ينساوهاش. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يا ربي نكونوا عند حسن الظن، وان شاء الله نكونوا قدمنا معلومه صحيحه وواضحه للمستمعين والمستمعات. يعيشك يعطيك الصحه مدام حياه، شرف ونورتني. ما تنساش اللي انت بدايه الانطلاقه، معناها عندك بصمه ياسر حلوه في البرنامج قاع الخابيه. مدام حميده نشكرك برشا مدام ليلي على الاستضافه، وانا مش نقول حاجه اخرى اللي انا نحب بلادي برشا برشا برشا، وفرحانه اللي مثلت بلادي اللي هي الجنوب التونسي، ومازالوا برشا حاجات باهين في الجنوب التونسي، وماذا بكم تمشيو وتكتشفوا وحدكم. راهي الجنوب صحراء كبيره ياسر، كما هي اسمها صحراء، اما هي راهي واسعه برشا وناسها باهين برشا وكرماء برشا ويحبوا الخير، وكي يجيهم العبيد يفرحوا بهم برشا برشا، وان شاء الله نتلموا في الخير وان شاء الله نتلموا في الفرح، وان شاء الله نتمنى لولد خويا سنيباك ان شاء الله يفرح، وان شاء الله عايشك ربي يخليكم الكل، ونوجه تحيه لخواتي ونساهم واللي يحبوني واللي ما يحبوني زاده الكل زاده نوجه لهم الصحه وربي فضلك وربي يخليك. يعيشك يا حميده ربي يخليك. سيرين انا بدي نشكرك قرب للميكرو. انا بدي نشكرك برشا دونك كيما قال ايمن بكي يلزمنا نوثقوه هذايا، ويلزم حاجه اخرى باغلي اننا نوثقوا ماكلتنا هذايا، يلزم ماكلتنا هذايا تقعد تتعلم لاولادنا. تو باغ اكزومبل المدام لازم تعلمها لبنتها، ويلزم بنتها تعلمها باش تقعد هي ماشيه معنا، خليها منين تعلمها. كيما علمتني انا امي انا نحكي على طريقه امي، انسى اولادي ولا زاد اللي يحب زاد ما فما حتى مشكل، باش تقعد الماكله ديما موجوده وتقعد ديما متواصله ونعرفوها. هي منين تعلمتها؟ هي كل ورثه هي لازم ديما تقعد تورثها للجيل اللي بعد. كمان مماتي باش تقعد ضروري نجم نسرق انا دور اما فما لمسات ما تنجمش يعطيك الصحه يا سيرين، ميرسي بوكو للحضور، يعطيك الصحه اللي لبيت الدعوه في كل استشاره. مرحبا بك
خديجة. أنا فرحانة برشا اللي حضرت معاك اليوم، ميرسي بوكو. نحب ساعة نحيي الناس اللي تبع فيا. أنا بلاش بيهم الحقيقة، هما اللي قاعدين يعطيوني في بوش كبيرة باش أنا نقدم ونزيد نسعى في لي غوشيرش نتاعي ونكتب، ومانيش مسلمة خاطر كيما قالوا ناس قبل الدويم ينقو برخاء ما نسلمش. وبالنسبة للبرنامج القاعة الخابية، أنا نقول الحقيقة ما فماش نهايات، كل نهاية فما نقطة بداية جديدة. فتح يعني أفريق. فالنهاية عندي أنا هي الموت، لطف عليكم معناتها. ما فماش نهاية، ما دمنا عايشين ما دمنا نقدموا، وأكيد باش تكون المرحلة الجاية أحسن وخير إن شاء الله. أنا متأكدة يعني. إن شاء الله يعطيك الصحة خديجة للحضور لتلبيتك الدعوة، شكرا ليك. وما ننساش اللي أنت من الأولانيين اللي شاركوا معايا واللي حضروا واللي ساهموا واللي ساندوني، ومدام حياة زادة غنية على التعريف بالنسبة البرنامج قاعة الخابية بالحق لي، يعطيك الصحة. أنا شخصيا معناها نحيي المستمعين متاعنا الكل الكل الكل، خاصة التوانسة المغتربين اللي تبعوا فينا واللي قاعد توصل لي معناها برشا كلام حلو، وما نحبش حتى نفكروا خاطر فريمون حاجة ساتوش حاجة قوية برشا. أنا زادة نحبكم أكيد كما تحبوني، أنا زادة نحبكم. وشي ما نتمنى، نتمنى كان خليت فيكم حاجة مزيانة، خليت فيكم سوفينير حلو، خليت فيكم كلمة طيبة، خليت فيكم ضحكة من القلب، خليت فيكم حاجة مزيانة، خاطر كل حاجة تاخذ وقتها وتمشي على روحها، والبصمة تقعد ديما في الذاكرة، تقعد ديما في النفس، تقعد ديما في الواحد. إن شاء الله يكون برنامج قاع الخابية معناها وصل لكم، إن شاء الله عجبكم بيان سور. أنا نتمنى كان رضا المستمعين متاعنا، وفرصة باش الحق نحيي جهة تونس الكل الكل، سورتو اللي تنقلت لهم واللي مشيت حتى لعندهم في كيف مدام فاطمة، معناه استقبال غير عادي، مستحيل ننسي قديش توينسة عندهم جانب كرم غير عادي. في الجنوب زادة كيف كيف، مشيت القلب الصحراء اللي هي دوز، كان استقبال بالحق بالذكرى والطبيل والحطب اللي يشعل واحتفال غير عادي الاستقبال معناه تحس روحك كماكش برانية. مدام حياة كانت معايا معناه غيمان، كانت حاجات خرق العادة غير عادية، يفرحوا برشا الوقت فاتنا على غالب لا فات شيء ان شاء الله ان شاء الله. انا باش نجم نقول كلمه الوقت اليوم عيد ميلاد هرسي 42 سنه هرس، ان شاء الله كل عام وانت حيب خير، ان شاء الله كل عام خير ان شاء الله مع الحب هذه الحب بيان سور انت بكل الحب ان شاء الله. نقول له ربي يخليك ليا يا حبيبي ولا نحكي عليك. ايوه على حبيبي 42 سنه حب، ان شاء الله كل عام وتوانسه بالف الف الف خير يا ربي. تحيه كبيره برشا الباج اللي وسعت بيننا معاها يعني معانا في الاخراج، تحيه كبيره برشا الاخراج الرقمي وي ام، ميرسي يا وي ام. وتحيه في الاعداد الاحلام اجلاسي، شكرا لكم. بقى لي كنقول لكم في امان الله.